70 كيلو مترا أو تزيد قليلا هي المسافة الفاصلة بين قوات الجيش الوطني ومدينة الحديدة، مسافة محمولة على عرش الأمنيات بالتحرير وعزائم المحاربين. بإعلان الجيش الوطني سيطرته على مثلث حي سلخوخة ودخولهم مديرية التحيتة ثالث مديريات محافظة الحديدة، يكون مركز المدينة قاب قوسين أو أدنى من نصر محقق. فبعد أيام قليلة منذ انطلاق عملية عسكرية خاطفة بدأت بإحكام السيطرة على مديرية الخوخة أولى مديريات الحديدة الساحلية جنوبا، تقترب معركة الحديدة التي تشكل عملية تحريرها ومينائها ورقة ضغط كبيرة لكسر الانقلاب، إذ يمثل تحريرها بعدا جوهريا في إدارة المعركة عسكريا واقتصاديا وإنسانيا من خلال تطويق الميليشيا وقطع مواردها وتأمين المساعدات الغذائية التي تستثمرها ميليشيات الحوثي في دعم مجهودها الحربي. تأكيدات من مصادر عسكرية أن المعركة تمضي بخطى حثيثة نحو تحرير المديريات المتبقية وصولا إلى مدينة الحديدة وفق خطة عسكرية يقودها الجيش الوطني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي. الحديث عن الانهيار السريع في صفوف الميليشيا يمضي في سياق الحديث عن انهيار موازن لمعنويات جبهة الميليشيا بعد تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، وعن سنوات تمتد في معركة تقول كل المؤشرات إنها خاسرة. تنتزع الأرض إذن من بين يدي ميليشيات الحوثي التي انكسرت مخلفة شعار صرختها على الجدران وأرضا مفخخة بالألغام وسخطا يشيعها. يؤكد عسكريون أن القيمة المباشرة لهذا المنجز العسكري على الأرض يضمن قطع الشريان الغربي لميليشيا الحوثي المتواجدة في محيط مدينة تعز وأريافها. أدوين سامويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط تحدث عن دعم المملكة المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في مهمتها لاستعادة الشرعية في اليمن. توقيت التصريح يمضي في سياق الدعم الدولي الأخير لاستعادة الشرعية للحديدة ومينائها بعد عراقيل كثيرة وضعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ شهور خلت بحجة المخاوف من التداعيات الإنسانية للمعركة المرتقبة. يرتفع سقف الآمال لدى اليمنيين إذا توفر القرار العسكري والسياسي لدى الشرعية والتحالف باستمرار المعركة لاستعادة وتأمين الحديدة، بل وتجاوزها للالتقاء بقوات الشرعية في ميدي لتحرير كامل الساحل الغربي. وبالمقابل تبرز مخاوف من توقف العمليات العسكرية كما حدث بعد تحرير مديرية المخا قبل عدة أشهر.